خش شويه على الدوري المصري، رايك ايه في تعادل الزمالك مع بيراميدز؟ تعادل مستحق على حسب الماتش. تعادل مستحق. الاثنين اولا كانوا خايفين من بعض جدا، الشوط الاول كله ماتش بارد جدا، فاتر جدا، مفيش حاجه. الفريقين متحفظين جدا، الفريقين ابتدوا غلط من وجهه نظري، ان كان باتشيكو او الراجل الارجنتيني ده ابتدوا الاثنين غلط، والاثنين ساعدوا بعض ان هم ما يجيبوش اجوال. الشوط الثاني ابتدى بيراميدز احسن بكتير، ومسك الملعب ومسك نص الملعب، والزمالك تراجع، ما اعرفش ليه بيتراجع لجوه كده، لغايه لما جه الجون ابتدى الزمالك ينطلق ويشتغل على قدام. وزي ما قلت قلنا بكده، تغيير حميد احداد كان لازم يكون بدري شويه. نفس الكلام بالنسبه للبيراميدز، كان لازم عبد الله سعيد يلعب في قلب الملعب، ما يلعبش على الطرف الشمال.